فإذا ذهبت إلى الويندو وذهبت إلى قائمة الأنيميشن سأجد أن هناك شيء اسمه أنيميشن. إذا ذهبت أولا إلى أنيميشن ويندو سأجد أنه قام بعرض أو بإظهار نافذة بها خط زمني تايم لاين وبها أدوات معينة. الآن لاحظوا أنه سأقوم بسحبها بأخذها من اسم المكان الموجود عندي هنا من اسم التاب وبوضعها بجانب الكونسول هنا في الأسفل. سأقوم بالذهاب إلى Object Cube سأسميه هنا سأقوم بإدراجه Cube. ممكن في البوزيشن هنا أقوم بتصفيره إذا أردت أن أقوم بتحويل البوزيشن إلى صفر والروتيشن إلى صفر والسكيل إلى واحد يعني 100%. بالذهاب إلى الترانسفورم كومبوننت بالضغط عليها بالزر الأيمن للماوس واختيار ريسيت سيقوم مباشرة بوضعها في المكان الأصل الذي هو 0 0 0. هذا البوكس الموجود عندي ولاحظوا أنه مباشرة لأني قمت باختياره ولأني الآن موجود على الأنيميشن ويندو يقول لي هنا to begin animating cube يعني لتبدأ بتحريك الكيوب create an animator and animation clip. فأنا هنا سأقوم بالضغط على زر create وفي نفس الفولدر الذي الخاص بالأنيميشن سأقوم مثلا بكتابة اسم الأنيميشن اسم الأنيميشن التي قمت بعملها هي كيوب موف موجودة هنا. الآن الذي أريد عمله في هذا الكيوب أني سأقوم بتحريك موقعه على الزمن بمعنى أنني عند البداية أريد أن يكون هنا بعد قليل يذهب إلى هذه المنطقة بعد قليل يذهب إلى هذه المنطقة وبالأخير يعود إلى المنطقة الأصل. إذن عندي هنا لاحظوا أن هناك طريقتين إما أن تقوم بعمل تسجيل وكل شيء تقوم بتغييره سيقوم تلقائيا بإضافته أو بإمكانك من الزر الموجود عندي هنا بإضافة Property والبروبرتي هي كل شيء موجود عندي هنا هو عبارة عن بروبرتي. فمثلا البوزيشن بروبرتي الروتيشن بروبرتي السايز بروبرتي وهكذا كل شيء موجود عندي هنا هو عبارة عن بروبرتي يعني خاصية. فإذا كل كومبوننت تحتوي على خصائص وبإمكاني إضافة هنا أي خاصية أريدها. فمثلا لاحظوا أنني عندما قمت بالضغط على زر Add Property سأجد أن هناك الترانسفورم أول شيء وهناك مثلث صغير. إذا ضغطت عليه سأجد مباشرة أنه قام بإعطائي 3 خيارات 3 Property بإمكاني أني أضيفهم. أول Property هي Position والروتيشن والسكيل. سأخذ الآن البوزيشن لأني سأقوم بعملية التحريك تحريك هذا البوكس وسأقوم بالضغط على الزر الزائد الموجود بجانب كلمة position. لاحظوا مباشرة عندما قمت بإضافتها أضافها إلى هذه المنطقة وقام أيضا بوضع شكل معين موجود في هذه المنطقة. هذا الشكل المعين أو هذه النقطة الموجودة عندي هنا اسمها key frame. الكي فريم أو مفتاح التحريك هو منطقة يتم تغيير البروبرتي فيها بمعنى أنه في هذه المنطقة لا يوجد تغيير حقيقي لأي قيمة. هنا لا يوجد تغيير حقيقي لأي قيمة ولكن هنا يوجد تغيير حقيقي للقيمة التي أختارها. فأنا سأقول كالتالي في هذه المنطقة في هذه الكي فريم كي الموجود عندي في 0 0 0 قيمة البوزيشن 0 0 0 لكي أقوم بتسجيل القيم هذه أقوم بتفعيلها بتسجيل هذه القيم سأقوم مباشرة بالضغط على زر الـ Enable أو Disable Keyframe Recording Mode. فأنا مباشرة عندما أذهب إلى هذه النقطة ولاحظوا أنه أصبحت حمراء وأصبح الشريط لونه أحمر وأصبح البوزيشن التي هي قمت بإضافتها هنا لونها أحمر. فإذا مثلا ذهبت من هذه النقطة إلى هذه النقطة وقمت بتغيير البوزيشن ليس Z X Y فقط ستلاحظ مباشرة أنه قام بجعل حركة بينية بين هذا الكي فريم وبين هذا الكي فريم. إذن أنا سأقوم بسحب هذه الكي فريم وأضعها هنا عند 20 وسأذهب إلى 40 وسأقوم رأينا كيف أنه بإمكاننا أن نقوم بعمل إضافة كي فريم ولكن إن ذهبت إلى زمن معين وقمت بتحريك أي قيمة مباشرة يقوم لوحده بوضع هذا
الكي فريم. فرأينا أنه هنا ذهب من هذه النقطة إلى هذه النقطة، من هنا ذهب من هذه النقطة إلى هذه النقطة، ومن هنا سيعود إلى نقطة الأصل. إذن إذا ذهبت إلى زر بلاي سأجد مباشرة أنه قام بتسجيل حركة للكيوب، قام هنا بعمل حركة للكيوب. إذا ذهبت إلى Add Property هنا وذهبت مثلا إلى المش ريندرر سأجد أنه قام بإضافة كل شيء موجود عندي هنا، كل شيء موجود عندي في هذه المنطقة قام بإعطائي لكي أستطيع التعامل معه. أيضا في الترانسفورم لاحظوا أنه هنا لاحظوا أنه أيضا أعطاني كل شيء موجود عنده هنا، أنا قمت بإضافة البوزيشن فهو قام بحذفها. بإمكاني أيضا أن أقوم بعمل إضافة للروتيشن وإضافة للسكيل. فمثلا إذا قمت بأخذ الروتيشن قمت بإضافتها هنا، ولاحظوا أنه مباشرة عندما تقوم بإضافة بروبرتي لاحظوا أنه قام بإضافة كي فريم في البداية وكي فريم في النهاية، وقيمة هذه الكي فريم وهذا الكي فريم هي متساوية. إذا لاحظتم إذا ضغطتم عليها ستلاحظون مباشرة أنها تحتوي القيمة 0 0 0. فمثلا أنا أريد مثلا في منطقة المنتصف أن يقوم بدوران بعمل دوران للكيوب، فهنا سأقوم بتغيير مثلا الواي أو الإكس في هذه المنطقة، وتأكدوا أنني أو تأكدوا أنكم لازلتم ضاغطون على الريكورد بوتون. سأقوم هنا مباشرة بالإكس وتحويله مثلا لا إكس ولا واي، بإمكاني أن نستخدم الزد هنا مثلا وتحويله مثلا إلى هذا الشكل. لاحظوا أيضا بإمكانكم كتابة الأرقام التي تريدونها للحصول على دقة أعلى. فأنا هنا عندما أقوم بتحريك لاحظوا أنه من هذه المنطقة من 0 إلى 30 سيقوم بتحريك البوكس أو الكيوب 90 درجة، ومن هنا سيقوم بإرجاع الكيوب كما كان 0. إذن إذا قمت بتحريك الكيوب الآن أرى أنه يتحرك. الآن لو لاحظتم أن الحركة سريعة، بمعنى أنني إذا أردت أو إذا أريد أن أقوم بتخفيض أو بإبطاء هذه الحركة كيف يمكنني ذلك؟ هناك طريقتان. الطريقة الأولى أن تقوم بتخفيض عدد السامبلز في الحركة هذه. السامبلز هي معناها كم فريم سيتم تحريكه أو عرضه في الثانية الواحدة. فإذا قمتم هنا بجعله رقم كبير سيقوم بتسريع الحركة. فمثلا إذا هنا قمت مثلا بوضعها 300 وقمت بعمل بلاي ستجد أنها أصبحت سريعة جدا جدا. وبالمثل إذا قمتم بتقليص العدد كان 60، إذا قمتم مثلا بتقليصه إلى 10 ستجدون أنه قام بعمل حركة بطيئة. بإمكانكم اختيار أو اختيار السامبلز الذي تريدونه ليتناسب مع الحركة التي تريدونها. إذن هذه هي الطريقة الأولى، سأقوم بإرجاعه إلى 60 ونتعرف الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي أنه عندما قمنا نحن بإنشاء حركة لهذا الكيوب طلب منا فولدر وقام بوضع الحركة فيه. لنذهب إلى الفولدر ونرى ماذا قام بوضع أيضا. لو ذهبنا إلى ملف أو فولدر الانيميشن سنجد أنه قام بإضافة الحركة التي نريدها ألا وهي الكيوب موف، وهي التي قمنا قبل قليل بتغيير مواصفات أو أبعاد أو البوزيشن الخاص بالكيوب، ولكن أيضا أضاف معه شيء اسمه كيوب وعلامته مربعين. هذا ملف الحركة. عندما يكون مثلث وعنده هناك ثلاث خطوط هذا الملف الخاص بالحركة. ولاحظوا أنني عندما قمت باختياره هنا بالأسفل اسمه cube_move.anim الذي قمت بتسجيله، ولكن عندما أقوم بالضغط على هذا اسمه cube.controller. هذا ملف التحريك هو كيف سيتحرك، وهذا الكنترولر هو المسؤول عن ما هي الحركة التي سيتم تنفيذها الآن. سنرى عندما نقوم بالتعامل مع البلاير أن البلاير لا يحتوي فقط على حركة واحدة،
هناك حركة للمشي وهناك حركة للآيدل عندما يكون واقف لا يعمل أي شيء، وهناك حركة للقفز، وهناك حركة للتسلق، هناك أكثر من حركة. هذه هي الكنترولر المسؤولة عن ما هي الحركة التي سيقوم بعملها. لكي نحول الكلام الذي شرحته قبل قليل إلى شيء عملي، سنذهب مرة أخرى إلى الكيوب، وسنذهب إلى قائمة الأنيميشن، وسنذهب إلى المثلث الموجود عندي هنا في منطقة الكيوب موف. المثلث إذا ضغطت عليه سأرى أنه يمكن عمل نيو كليب، والكليب هو الأنيميشن، بمعنى أن هذا المثلث الذي قمنا بعمله هو كليب، أنيميشن كليب يحتوي على حركة. فإذا ذهبت هنا مرة أخرى إلى الكيوب وقمت باختيار أو بعمل نيو كليب، وفي نفس الفولدر سأقوم بكتابة كيوب سكيل، يعني تحجيم، يعني تكبير حجمه أو تصغير حجمه. لاحظوا مباشرة أنه قام بعرض أو بوضع تايم لاين جديد. التايم لاين الجديد الموجود عندي هنا أنا حر بعمل أي شيء عليه. فلاحظوا أنه مثلا هنا سأقوم بعمل ريكورد، وسأذهب إلى منطقة الوسط وسأقوم بتحويل السكيل إلى 300 333، يعني 300%، يعني قمت بتحجيمه 3 أضعاف. وهنا عندما يعود إلى الواحد سأقوم أيضا بتحويله أو بإرجاعه إلى 111. إذن الحركة هي إذا قمت بعمل بلاي للحركة أو الكليب، لاحظوا أنه قام بعمل سكيل تكبير بعدين سكيل تصغير. ممتاز. إذن هذا الكيوب الموجود عندي هنا لو لاحظتم هنا في منطقة السهم يحتوي على حركتين. الحركة الأولى هي move وscale، عفوا move وrotation، والحركة الثانية هي scale، فقط عملية تحجيم. نذهب مرة أخرى إلى الفولدر ولاحظوا أنه قام بإضافة clip، هي هذه اسمها cube scale.animation.anim، ولكنه لا زال عندي فقط controller واحد، لأننا كما قلنا قبل قليل أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من حركة، ولكن يجب أن يكون هناك شيء ينظم ما هي الحركة التي نريدها، ألا وهي الكنترولر. إذا ضغط ضغطتين سريعتين على دبل كليك على الكيوب، مباشرة سيفتح لي نافذة جديدة اسمها أنيميتر. ولاحظوا أنه في منطقة أو في بداية التعلم هناك أحيانا كونفيوز، يعني لخبطة بين الأنيميتر والأنيميشن، سأضعهم بجانب بعضهم لكي نقوم أو نرى ما هي الفروقات الموجودة عندنا. إذن الأنيميشن هي المنطقة الخاصة بعملية التحريك وبعملية ضبط البروبرتي الموجودة على الكومبوننت على الجيم أوبجكت المختار، ولكن الأنيميتر هو مسؤول فقط عن تنظيم أو تحويل ما هي الحركة التي سيتم تنفيذها وإلى متى سيتم تنفيذها. يعني ستلاحظوا أننا سنقوم بوضع شروط معينة لكي ننتقل بين الحركة والحركة الأخرى. إذن هذه الواجهة الرئيسية للأنيميتر. ماذا تحتوي؟ تحتوي على الانتري، وهي نقطة بداية الحركة. هنا تبدأ بداية الحركة، ولاحظوا أن هناك مربعات أو مستطيلات، مستطيل لونه برتقالي ومكتوب بداخله كيوب موف، وهي الكليب الذي قمنا بعمل تحريك وروتيشن عليه. وهنا أيضا عندي مستطيل آخر اسمه كيوب سكيل، بمعنى أن هذا هو الكليب الأول وهذا هو الكليب الثاني، هذه الحركة الأولى وهذه الحركة الثانية. يمكن إذا مثلا هذه الحركة بالغلط قمت بحذفها، يعني ذهبت، وأردت أن أقوم بوضع الحركة التي اسمها سكيل في هذه المنطقة، بكل سهولة بإمكاني أن أذهب إلى البروجكت الأنيميشن فولدر وأن أقوم بسحب الكيوب سكيل ووضعه هنا مباشرة، سيأتي عندي هنا. طيب سأقوم بإرجاعه مرة أخرى إلى هذه المنطقة، وسأقوم هنا باختيار ما هي الحركة التي سيبدأ بها.
لاحظوا الآن إذا قمت بتشغيل اللعبة قام بعرض الحركة الأولى التي اسمها كيوب موف، ولكن ماذا إذا أردت أن تقوم بعرض هذه الحركة كبداية؟ بكل سهولة تذهب إلى هذه الحركة وتضغط عليها بالزر الأيمن وتقول له Set as layer default state، بمعنى أنه ضع هذه الحركة هي الحركة الأساسية التي سوف يتم تشغيلها عندما أقوم بتشغيل اللعبة. ولاحظوا مباشرة أنني عندما أقوم بالضغط على هذا الأوبشن مباشرة تحول هذا المستطيل إلى اللون البرتقالي، واللون البرتقالي نتفق عليه من الآن هو الديفولت ستيت للحركة التي سيتم البدء منها. ممتاز. إذن الآن إذا قمت بعمل بلاي سأرى أنه قام بعمل تحريك فقط للسكيل الموجود عندي. قبل قليل ذكرنا أنه يمكن الذهاب إلى الأنيميشن واختيار الأنيميشن التي تريد وتقليل أو زيادة السامبلز لكي تقوم بتغيير الحركة، ولكن هنا الآن أصبح بإمكانك أن تضغط على أي، هذه الطريقة الثانية، بإمكانك أن تضغط على أي كليب موجود عندي هنا وتقوم بزيادة سرعته أو تقليلها. لاحظوا واحد هي 100%، قيمة واحد هي 100%، ولكن إذا قمت بضغط اثنان أصبحت 200%، بمعنى أنني هنا إذا قمت بعملية بتشغيل اللعبة ستجد أنه قام بزيادة أو بتسريع الحركة. إذا مثلا هنا وضعتها مثلا 5 لاحظوا أصبح سريع جدا، لاحظوا أنه أنا الآن في داخل اللعبة وأقوم بالتغيير للحصول على النتيجة مباشرة، وهي هذه من أحد ميزات المحرك اليونتي التي بإمكانك أن تقوم بالتغيير أيضا بأثناء عمل بنظام تشغيل اللعبة. ويجب أن تنتبهوا هذه، دائما انتبهوا أنه عندما تقوموا بتغيير أي شيء أنتم ليس في البلاي مود، يعني ليس في داخل وضعية البلاي مود. الآن مثال هكذا، البوكس هو مكانه هنا، فمثلا إذا اخترت البوكس الموجود عندي هنا، أعود إلى الجيم ويندو وقمت بتغيير الإكس إلى مثلا هذه المنطقة هنا وضعته هنا. الآن إذا قمت بعملية إيقاف للبلاي مود سيعود مكان ما كان، والأصل كل الإعدادات هكذا، عندما تكون في البلاي مود لا يتم تسجيل القيمة التي تم تعديلها. لماذا؟ لأنه يفترض أنك تقوم بعملية تيستينج، يعني تقوم بعملية تجربة لشيء معين، أنه مثلا ماذا لو كان هذا هنا كيف سيكون أفضل، طب ماذا لو كان هنا، طب ماذا لو كان هنا. فذلك عندما تكون داخل عملية البلاي مود لا يتم تسجيل التعديلات إلا في بعض الأمور القليلة جدا، ومن ضمنها التي هي الخاصة بعمليات السبيد، هنا السبيد فاليو. طيب ماذا لو مثلا نفترض أني قمت مرة أخرى باختيار هذا الجيم أوبجيكت وقمت بوضعه أو بسحبه إلى هذه المنطقة هنا، وأيضا قمت بعملية سكيل مثلا نضعه هنا نصف هكذا. أنا الآن قمت بعملية تغيير البوزيشن والسكيل، وهذه النتيجة الموجودة عندي هنا عجبتني وأريدها فعلا أن تبقى هكذا، كيف يمكنني الحصول عليها؟ لاحظوا أنني إذا قمت بالضغط على هذا الزر ستختفي هذه القيمة، ولكن كيف يمكنني الحصول على هذه القيمة وعدم مسحها أو عدم إرجاعها إلى المكان الأول؟ وأنتم في البلاي مود إذا ذهبتم إلى الكومبوننت التي قمتم بتغييرها وضغطتم على 3 نقاط الموجودة عندي هنا وقمتم بعمل كوبي كومبوننت أي نسخ للكومبوننت وقمتم بإيقاف البلاي مود، لاحظوا أنه قام بإرجاعه إلى هذه المنطقة. ولكن طالما أنتم قمتم بعمل كوبي للكومبوننت إذا ذهبتم مرة أخرى إلى هذه 3 نقاط الموجودة عندي هنا سيظهر لكم خيار اسمه Based Component Values، بمعنى أنه سيأخذ القيم التي كانت موجودة سابقا في البلاي مود وسيقوم بنسخها على القيم الحالية. فإذا مثلا ضغطت على هذا الخيار مباشرة حصلت على القيمة التي أريدها، هذا في حال كنتم في البلاي مود وقمتم بعمل تغييرات للمجسم وأردتم الحصول على
هذه القيمة بشكل نهائي. سأقوم بعمل Ctrl Z لأرجعه كما كان. إذن لاحظنا كيف أنه من خلال اختيار الكليب والذهاب إلى السبيد بإمكاني أن أقوم بتسريعه. واحد هي 100%، ما عدا ذلك مثلا 5 هي 5 أضعاف السرعة التي قمنا بتسجيلها، ومثلا 0.1 هي عشر الحركة. لاحظوا كيف أصبح جدا بطيء. بإمكانكم هنا أن تقوموا باختيار أو بوضع السرعة التي تريدونها. لاحظوا أنه أيضا بإمكاني أن أجعله 1%، يعني بإمكاني أن أجعل حركة جدا 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 بطيئة. ماذا إذا أردت أن أقوم بعمل حركة مركبة؟ بمعنى أنه عندما ينتهي من هذه الحركة أريده أن يذهب إلى هذه الحركة، وهذا الموضوع جدا بسيط. أضع هذه الحركة هنا وأقول له بالضغط على الزر الأيمن أقوم بعمل Make Transaction. Transaction أي أنها عملية تحويل. إذا ضغطت عليها سيظهر عندي، أنا غير ضغط الآن، أنا فقط أحرك الماوس، سيظهر عندي خط أبيض، وهذا الخط الأبيض بما معناه يقول لي أنه أين تريدني أن أذهب بعد أن أقوم بالانتهاء من هذه الأنيميشن أو من هذه الكليب. سأذهب وسأضغط على الكيوب موف، ضغط وانتهى الآن. لاحظوا أنني عندما أقوم بتحريك الكيوب موف أصبح هناك اتصال بين هذه الحركة وبين هذه الحركة، بمعنى أنه عندما ينتهي من هذه الحركة مباشرة سيذهب إلى هذه الحركة. لاحظوا أنني الآن إذا قمت بعمل بلاي لاحظوا ماذا حصل، قام بعملية سكيل وبعدها مباشرة قام بالذهاب إلى موف. ماذا أيضا لو أردت أن بعد أن تنتهي الموف أن يعود إلى الكيوب سكيل؟ بنفس الطريقة أذهب إلى هذه وأضغط بالزر الأيمن وأختار Make Transaction إلى هذه، ولاحظوا الآن أنه سيتم ذهابا وإيابا تشغيل الحركة. عندما ينتهي من الأولى يذهب إلى الثانية، وعندما ينتهي من الثانية يذهب إلى الأولى، وهكذا. أصبح عندي هنا كنترول للحركة، ولذلك هذا الملف اسمه Controller، كيوب كنترولر هو المسؤول. ومن الشكل لاحظوا أن هناك عبارة عن حركتين وهناك خطين، أي بمعنى أنه مسؤول عن عملية التحريك. يعني الكيوب الله يعطيك العافية أعطيتنا ما نريد، الآن سنقوم بحذفه أو بعمل disabled له من هنا. disabled لاحظوا أنه لن يتم أو لن يظهر في الشاشة. هل البوكس المختفي الآن هنا يقوم بالحركة ولكنه مختفي؟ يعني هل الآن يقوم بعملية الحركة ولكنه مختفي؟ والجواب بالطبع لا. لماذا؟ لأننا في الدرس الماضي شرحنا أنه عندما تقوم بعمل disable للأوبجكت يتم مباشرة إيقاف كل شيء بداخله، كل الكومبوننت يتم إيقافها. طيب ماذا إذا أردت أن أقوم بتشغيل الكيوب ولكن لا أريد أن يقوم بعمل الحركة؟ الآن لا أريده أن يقوم بتشغيل الحركة، أريده أن يبقى ثابتا، وبعد يعني في منطقة متقدمة عندما أقوم مثلا بضغط زر أو بالقفز على زر أو على باب أو فتح باب معين يتم هذه الحركة. يتم هذا الموضوع من خلال الأنيميتور، والأنيميتور لاحظوا أننا عندما قمنا بالذهاب إلى الأنيميتور ويندو هنا وقمنا بإنشاء أو بالتعامل مع هذه قام بحفظ جميع السيتنجز الموجودة عندي هنا بالملف، ولكن قام بتحويل هذا الشيء إلى كومبوننت، وهذه الكومبوننت إذا ذهبنا إلى الكيوب سنجد أنه قام بإضافتها بالإنسبكتور كأنيميتر كومبوننت، قام بإضافة شيء أو كومبوننت جديد اسمه أنيميتور. ولاحظوا أن الأنيميتور الخاصية الرئيسية التي يحتويها هي الكيوب أو الكنترولر، الكنترولر الذي قمنا بوضعه أو بإنشائه هنا. الأنيميتور كومبوننت الموجودة عندي هنا هي المسؤولة فعليا عن تحديد ما هي الحركة التي سيتم تنفيذها.
فالآن الآن إذا قمت بإيقاف الأنيميتور، عمل disabled له، لاحظوا أنني عندما أقوم بالتشغيل بقي الكيوب وبقي المشرندر وبقي البوكس كولايدر، ولكن الأنيميتر المسؤول عن الحركة لم يعمل. والآن عندما أقوم بالضغط على زر أنيميتر، لاحظوا مباشرة أنه قام بإكمال الحركة. والآن عندما أقوم بسحب الماوس أو سحب إيقافه، مباشرة الآن يقوم بعملية إيقاف للحركة التي قام بتنفيذها.